أعلنت دولة الإمارات أن قيمة مساعداتها الخارجية تجاوزت 28 مليارا و500 مليون درهم في العام الماضي 2018، والتي استهدفت 42 بلدا حول العالم. في تقرير أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي يوضح حجم المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وهو تقرير سنوي تصدره الدولة في إطار التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بالإعلان عن بيانات المساعدات الخارجية للدول المانحة. أعلنت الدولة أن قيمة مساعداتها الخارجية تجاوزت 28 مليارا و500 مليون درهم، ويعكس التقرير نجاح دولة الإمارات وللعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها ما نسبته 17% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بلغت نسبة المساعدات الإماراتية من إجمالي الناتج القومي الإجمالي نحو 0.93%، وهذا يجعل دولة الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم. وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إن دولة الإمارات أخذت على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء كان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية فيها، وبالتعاون مع شركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والتنموي. الجهات الإماراتية المانحة وجميع الشركاء الدوليين يسهمون مع دولة الإمارات في خدمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ويؤمنون بأن العطاء والتعاون المشترك هو السبيل الأفضل لتحقيق الازدهار والاستقرار، وبما يضمن للأجيال القادمة العيش في عالم أفضل. يذكر أن دولة الإمارات واصلت في عام 2018 دعمها لأهداف التنمية المستدامة 17، حيث تم صرف أكثر من 50% من إجمالي المساعدات والبالغ 28 مليارا و260 مليون درهم، أي ما يعادل 7 مليارات و790 مليون دولار أمريكي، لدعم مبادرات السلام والعدالة والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، فيما بلغت قيمة الالتزامات التي تعهدت بها دولة الإمارات في العام الماضي 10,330,000,000 درهم، أي ما يعادل 2,810,000,000 دولار أمريكي، لدعم التنمية والمساعدات الإنسانية في العديد من البلدان بما فيها 14 بلداً من البلدان الأقل نمواً. وتشمل برامج المساعدات الخارجية الرعاية الصحية الطارئة وتوفير وسائل النقل والمساعدات في دعم التعليم وتوليد الطاقة والمساعدات الطبية والمعونات الغذائية، فضلاً عن جوانب أخرى. ويقدم التقرير أيضاً تفاصيل عن برامج المساعدات التي قامت دولة الإمارات بها في إفريقيا في الفترة من العام 2014 إلى العام 2018، وبلغت قيمتها 61 مليارا و800 مليون درهم، أي ما يعادل 16 مليارا و830 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة دعمها لقارة آسيا في الفترة نفسها أكثر من 48 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 13 مليار دولار أمريكي. كما يقدم التقرير تفاصيل عن دعم دولة الإمارات للجزر الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ لتزويدها بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك تمكين المرأة في أفغانستان، والمساعدات للسودان وفلسطين واليمن.